التهديد سمة لدى النظام الإيراني تكاد تنافس السمة الأساسية المتمثلة في رعاية الإرهاب متى وأينما كان. سمع العالم التهديدات الإيرانية منذ بضعة عقود بشأن إغلاق الممر المائي الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان لأول مرة في خضم الحرب العراقية الإيرانية، حيث هدد هاشمي رفسنجاني بصفته رئيس البرلمان في عام 1983 بإغلاق المضيق، وفي وقت لاحق من عام 2011 تزامنا مع العقوبات الدولية حينها لوحت طهران بإغلاق الممر المائي كذلك. وبعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران إضافة إلى تأكيدها أنها تريد تصفير النفط الإيراني حتى ترغم طهران على إعادة النظر في سلوكها عبر طاولة التفاوض وقبولها بالشروط الأمريكية الاثنى عشر، صرح حسن روحاني في زيارة له لسويسرا في يوليو من عام 2018 بأنه لن يتم تصدير نفط من المنطقة في حالة منع إيران من تصدير النفط. يتصاعد تهديد أمن إمدادات النفط في منطقة الخليج في كل مرة تتعرض فيها إيران للعقوبات، ففي 25 من أغسطس لعام 2010 وقع حادث غامض في مضيق هرمز، هجوم على ناقلة نفط يابانية بعد أسابيع قليلة من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مشددة على إيران أشارت فيه كل أصابع الاتهام إلى ملال طهران. واستمر السلوك الإرهابي في تهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية وإمدادات النفط مع استهداف إيران أو الميليشيات والجماعات الإرهابية التابعة لها 4 ناقلات قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية وخط الأنابيب الذي يوصل نفط المملكة إلى البحر الأحمر، كما تعرضت ناقلتا نفط في بحر عمان إلى هجوم إضافة إلى حادث اعتراض الناقلة البريطانية، وآخرها استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بجيج وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، وتبنتها الأذرع الميليشياوية التي يلجأ إليها النظام الإيراني في تنفيذ أجنداته مهددا أسواق النفط العالمية، في خطوة تثبت ارتباك النظام الإيراني في ظل الواقع الاقتصادي الصعب. للإخبارية عبد الرحمن فقيه.